في ناس لما بتسمع أغنية معينة أو ألبوم معين يعني يفتكر المصيف، يفتكر حاجات. يعني دايما في ناس كده يقول لك الأغنية دي بتفكرني لما كنت في كذا، الأغنية دي بتفكرني لما كنا خارجين الامتحان، لما كنا رايحين الساحل، لما كنا معزومين عند كذا. في ناس الأغاني بتفكرها بذكريات معينة، وفي ناس الكتب بتفكرها بذكريات. الكتب، الكتاب ده اشتراه من الحتة الفلانية أو المعرض الفلاني أو اشتراه لما كان مع فلان. في ناس الكتب بيفكرون برضه بذكريات، لا بالاغاني ولا بالكتب. في رمضان هكون معاكم عبر عدد من الحلقات، كل يوم هنستعرض ريحه معينه وعلاقتي بيها وذكرياتي معاها. ريحه الخشب، ريحه البنزين، ريحه الكتب، ريحه القماش، ريحه الطبيخ، ريحه الخبيز، كل يوم ريحه معينه. استنى البودكاست ده كل يوم في رمضان، المواعيد اللي هتشوفوها دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. يا روايح الزمن الجميل.